كاين ديرو لها كاين ديرو مساحات اخرى راه كاين عندنا راه اصلا كاين علاش ما نقولش المسائل التقنيه اللي كتلقى في التصميم تهيئه مساحه خضراء ها هي كاينه هنا كيجيو بالهيكله كيديروا حداها ولا قبالتها ولا في ذاك المحيط كيديروا مساحه خضراء خصنا نشوفوا حقا نديروا ولا سميتو مع التصميم التهيئه ولكن المرافق بالنسبه كاينين ولذلك خصنا المرافق خصو تحيدو نركزو على المرافق اللي كاينين كيضمنها التصميم التهيئه لان هو النموذج اللي غادي يضمن غادي ندورو النموذج ديال المدينه على مدى 30 عام ولكن هذا راه خصنا نديرو الواقع خص مكتب الدراسات ولا الجامعات وجوج تقنيين ويتنسقوا مع السي ابراهيم المهندس ديال الجماعه غادي نديرو واحد النموذج واحد المشروع يكون يعني يستجيب لتطلعات السكينه. متفقين بان تصميم التهيئه عنده اهميه على مستوى تنظيم التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه فاعتقد اننا اليوم كنتفقوا ايضا على ان تصميم اعاده الهيكله عنده اهميه على مستوى دمج التجمعات السكنيه في النسيج العمراني وكذلك يعطي امكانيه للتسويه الفرعيه العقاريه والتعميريه لهذه الاحياء المستهدفه. ولكن بهذه الوثيقه لا اعتقد اننا نوصل لهذه الاهداف اللي كنطمحوا لها، علاش؟ لان هذا التصميم منذ البدايه ديالو خرج من خيمه عوج. اذا كان احد المتدخلين شار للمرحله ديال طلب الجماعه اعداد هذه الوثيقه هذه اللي استغرقت سنوات لربما وصلت 10 سنين وبعد هذه المرحله كلها غنجيو اليوم نقدموا هذه الوثيقه في هذا المستوى. اعتقد اننا ما غاديش نوصلوا للاهداف اللي كنطمحوا لها. في الفترة السابقة ترافعنا بشكل كبير على هذه الوثيقة ولكن كانت مرتبطة بإخراج تصميم التهيئة. كانت مرتبطة بإخراج تصميم التهيئة لهذه المنطقة على أساس أنها غتجي تصاميم ديال إعادة الهيكلة لهذه الأحياء اللي هي ديجا مبنية وخصها تهيئة. ولكن باش منذ ذاك الحين غنعتمدوا واحد الصورة ديال 2015، حنا كنعرفوا بأنه من 2015 اليوم أن واحد العدد ديال المنازل اللي تبنات بغض النظر عن الطبيعه باش تبنات واش بالرخصه ولا بدون رخصه ولكن انها احدثت واقع في الميدان وبالتالي كان من المفروض ان تكون واحد الوثيقه او واحد الصوره اللي غادي يمكن لنا ننزلوا عليها واحد التصميم اللي يكون قابل للتنزيل ديالو على ارض الواقع دون انه غادي يلحق ضرر بالسكان بالممتلكات ديالهم ولكن اللي غريب اكثر هو انني كنسمع بعض المتدخلين اللي هما مشكورين في الحقيقه على الجراه ديالهم اللي بما فيهم اللي في اللجنه ديال التعمير وفي المكتب المسير اللي كان المفروض لان هذه الوثيقه شكون اللي دارها؟ دارتها الوكاله الحضاريه بشراكه مع جماعه بوعاك وربما قسم التعمير للعمل. واش الجماعه ديال بوعاك كانت حاضره في اعداد هذه الوثيقه وكتعطي الملاحظات ديالها باش نجيو اليوم نقدموا هذه الوثيقه للمواطن في اطار البحث العلني لان اللي في اعتقادي واللي كنعرفوا حسب علمي هو ان البحث العلني هو اخر مرحله هي كنكونوا كدير الوكاله الحضاريه استقطاب الملاحظات ديال المؤسسات العموميه وديال الجماعه عاد كنتوافقوا على واحد التصميم اللي كنقدموه للمواطنين. واش هذه الملاحظات اللي كنسمعوها اليوم تقدمت في حينها باش الوكاله الحضاريه او المكتب الدراسات اللي يشرف على هذه الوثيقه خذها بعين الاعتبار او لانه هامش دور الجماعه خصنا نعرفوها. ثم نجي للمرحله ديال البحث العمومي. البحث العمومي كيهم السكينه واليوم كنقولوا بان 54 واحد تقدم بالملاحظه وانا كنذكر تصميم التهيئه اكثر من 400 ملاحظه اللي تقدمت اكثر من 400 ملاحظه ومن المفروض ان تصميم اعاده الهيكله يكون اكثر لانه كيهم واحد الميدان واحد يدخل الازقه ما بقاش كيعطي التصورات التعميريه في عموميتها. هذا 54 فينا هما الاخرين الممتلك الملاك السكان ديال الجماعه؟ لان كنعرفوا بان اعلان البحث المنافع والمضار كيسلك واحد المسطره ديال الاشهار. حنا كنا كنديروا الاعلان كبير وكنشوف المواقع الالكترونيه الاكثر الولوج ديالها من طرف المواطنين وحتى في الصفحه ديال جماعه وعد الرسميه لم تشير ولم تعلن بان الجماعه دارت التهيئه. في الوقت اللي كنلقاو الصفحه الرسميه ديال الجماعه اصبحت ناطقه برسميه بشخص معين كنلقاو فيها ديما واحد كيهضر ما عمر ما لقينا فيها هذا الاسم ولقينا فيها حتى القواعد فقه الاصول كتشرح حتى القواعد ديال فقه الاصول اللي هي مجالات كبيره العلماء كينشروها
سمين التهيئه اللي كيهم السكينه ديال واحد المكياج في الموقع سمين. واش هاد الوثيقه وصلنا لها بتواطؤ ما بين الجماعه والوكاله باش نقدموها في هذا المستوى هذا، وحتى الناس ما بغيتوش يعرفوا ويدوز تسميم التهيئه في هذا الهدوء، او لا كاينه شي حاجه خصنا نعرفوها؟ ثم هاد الاحياء اللي كاينه، انا كنعقل وكنت بطلب من السيد العامل انذاك طلب انه المنطقه ديال رجاب الله دخلت في تسميم اعاده الهيكله، لانها ما دخلتش في تسميم التهيئه ودخلت في تسميم ديال اعاده الهيكله، لان السيد العامل كان كيدوز مع الطريق الصحي اللي كيشوف داك الدوار على الطريق، وفي واحد الصوره يعني تسير الى مدخل ديال المدينه. وبالتالي كان السيد العامل دائما كيقول بحضور السيد مدير الوكاله وقسم التعمير ومجموعه التدخين، كيقول بان هذا الدوار اللي ما دخلش في تسميم التهيئه خصكم تدخلوا في اعاده الهيكله باش هذا الدوار حتى هو ياخذ حقه ويتهيكل، ويمكنوا هذوك الناس باش يسووا الوضعيه ديالهم باش يندمجوا. وكذلك يعطي واحد الصوره واحد الجماليه اللي كانت تدخل ديال المدينه. اليوم كنلقاو بان هذه المنطقه ما كايناش في تسميم التهيئه، شكون اللي حيدها؟ واش اذا كانت الوكاله راه عندها اتفاقيه شراكه خص تحترم التعبيرات ديال السلطات الاقليميه وديال الجماعه. اذا كانت مطالبين من جماعه خصنا نعرفوا، اذا كانت ظروف معينه فرضت هذا الشيء خصنا نعرفوا. ولكن باش نجيو اليوم ونحرموا رجال الله من هذا التسميم هذا، انا بالنسبه لي يطرح اكثر من علامه استفهام. لذلك اعتقد السيد الرئيس اليوم ان هذا التسميم التهيئه غنهضروا فيه بعموميته، وغنعطيو المجال للوكاله الحضاريه والجماعه غيمشيو يشتغلوا على واحد الوثيقه ديال التعمير اللي غادي تراعي التحولات اللي كتعرفها المنطقه والمستجدات العمرانيه اللي كاينه. ثم السيد القائد، الاخوه الاعضاء، الاخوات المستشارات، الاخوه من في المصالح الخارجيه، الاخوه ممثلين المنابر الاعلاميه، اولا اللي كنلاحظ على ان الحمد لله الطاقم ديال الجماعه كله المستشارين كلهم يعني كاين اتجاه واحد، وهو الدفاع على مصلحة الساكنة، على مصلحة المواطن، على يعني هذا يشرفنا وزعما هذا جميل جدا. هنا ما ننساوش على أننا في واحد العصر اللي دابا ديال المعلوميات، العصر ديال العيش الكريم، يعني كيخص بزاف ديال الحوايج اللي خصهم يكونوا في هذا التواول، كانت يعني كذا هذا الشيء جميل جدا. اذا كيف كنقولوا على ان كاين بعض الشوارع اللي مروا بعد على بعض الديور اليوم يتمناو حديثا، ولكن بعض الديور اللي تمناو بالرخص ما خداتش الوكاله الحضاريه يعني بعين الاعتبارات، ولا كيف كيقولوا ان الصوره قديمه عهد من 2015، هذا جميل. ولكن اذا بغينا احنا ندافعوا على السكينه ندافعوا عليها بجميع الجوانب، اول الملك ديالهم ما يمشيش، ثانيا غادي غدا الى خرج ولدهم غادي يلقى شارع كبير، غادي يلقى منطقه حضره في المدينه كلاس، رغم ان تسمى التهيئه ما خلاو والو، غادي يلقى مرافق، يلقى اذا هاد السكينه اللي كنا حنا غادي ندافعوا عليهم حقيقه ندافع عليهم الجانب كله، الجانب انهم ما يضروش بالنسبه للتصميم ديال اعاده الهيكله، وثانيا حتى الانسان شي حد لا تقاس في شي قطعه ارضيه ولا لا ما غاديش يتقاس، ندافعوا عليه حتى باش ياخذ التعويضات ديالو بالثمن اللي كاين حاليا، رغم انه واخا الجماعه كاين امكانيات قليله، ولكن الجماعه ودير مجهود والحمد لله الدوله راه كبيره هاد الحوايج كتساهم فيهم. يعني بمعنى ان خصنا نديروا هذا الحساب دائما، نفكروا على ان المستقبل ديال الجماعه ما غاديش مستقبلا كيزوبه، يعني تمشي تلقى شارع ديال 4 متر في 2024، كاين كاين بعض الامثله غادي نمشيو غير للنظر مثلا، وكاين بعض الجامعات كتلقى عماره فيها 4 ديال الطبقات كتلقى شارع ديال 2 متر، يعني هذا الشيء ما كيفرحش، ما خصناش نطيحوا في هذا المشكل. نرجعوا شويه للقديم مثلا، باش كان الناظور مثلا القديم اللي كنقولوا الناظور القديم كنلقاو شارع فيه 15 16 متر، هذا كيفرح الانسان اللي خرج الشارع يدور يتنفس، كاين يتنفس خرج ولا يتنفسوا. اذا حنا خصنا المواطن ندافع عليه بجميع الجوانب، ما نضروش بالنسبه لهذا التصميم، ولكن كذلك ما يضرش الساكن وحده، لكن الانسان لابد من التضحيه، التضحيه لابد منها سواء من جماعه او من الساكنه او من ملاك القطاع. وهذا الشيء اللي بغيت نقول انا الانسان دائما نفكروا شويه قدام، ما نفكروا شي غير اليوم، اليوم ما غاديش نفكروا، من نفكروا في المستقبل غادي خصنا تكون عندنا هاد الاحياء بعد على الاقل يضربوا بهم المثل، ما غاديش يكون عندنا حي مثلا كتبقى عماره مثلا فيها 2 متر، الانسان حتى اذا مات ما تلقاش منين تخرجوا.
نشكر جميع الحاضرين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أعضاء. ألاحظ أن تصميم إعادة هيئة هيئة الغذاء جاء شوية ناقص بزاف، أن الساكنة عندها ضرر، ولهذا أرجو من الوكالة الحضارية إعادة النظر في هذا التصميم لأجل أخذ ملاحظة الساكنة أولا وخروج معينة ميدانية مع تقنية ومسؤولية الجماعة. كما أشكر صدى الأعضاء على جميع ملاحظاتهم التي أفادونا بها، لأن لهم غير على جماعتهم، ولهذا سوف أعطي الكلمة للسيد الممثل الوكالة الحضارية للإجابة على هذه التساؤلات. نضمنوا الحاجيات والمرافق للسكن على كيضمنها تصميم التهيئة. تصميم التهيئة هو التصور العام للمدينة المنتظرة اللي غادي تدار على مدى 30 عام، لأن تصميم التهيئة كل رأس 10 سنوات كيتغير، حتى يوصل 30 عام كيكون نهائية. تصميم التهيئة هو اللي كيضمن لنا المرافق والحاجيات ديال السكينة، وكيضمن الشوارع. الحمد لله كاين شوارع ديال 30 ديال 20 ديال 15 تقريبا من 12 إلى 30 متر. ولكن بالنسبة للهيكلة، أنا كان هيكله الواقع، أنا كان هيكله الواقع المبني، بمعنى أن البناء العشوائي كان اعترفوا به كواقع باش يمشيو يسجلوا ديورهم بضريبة النظافة باش تبقى تجي لهم كمولد بالنسبة للجماعة، لأن هذه الوثيقة مهمة بالنسبة للجماعة. غادي تدخل مداخل، غادي تكون سبب للساكنة يمشي ويسجلوا، لان هذا هو الاعتراف بالواقع العشوائي كيولي شرعي. ما كنديروش ما كنناقشوش تصميم التهيئه، نقولوا ما نضروا. راه هذا واقع عندك البنايات ديال الشارع، كنحسبوا داك الشارع فيه 6 واش نهدموا الديور؟ راه كاين شارع فيه 6 متر، وفي 6 متر راه واقع العكس. كاينين شوارع 6 متر، كاين العقار مفتوح كيديروا امتداد ديال 6 متر، ولا داك الخاوي خصو يكون فيه شوارع ديال 10 ديال 12 ديال 20. العكس يعني بالنسبه انا كنشوف شي مناطق بالنسبه في التصميم الهيكلي، الحي فيه شوارع ديال 4 متر كيمتدوه في الفراغ داك 4 متر. العكس، الهيكله هي اللي كتضرر السكينه في هذه الناحيه. هذه خصنا نعتمدوا ونركزوا على تصميم التهيئه، هذا إعادة الهيكلة. أنا ندير الواقع المبني، الفراغ نخليه، نسترو، نديرو عليه إطار بالحمر ما يتقاسش، حتى إلا باغي ندوزو شارع نشوفو مول العقار يعطينا كتابة، حنا الجماعة نديرو مجهود، نتواصلو مع السكينة، يوافق لينا نمرو الشارع، ولكن نركزو على هذا إعادة الهيكلة، يعني الأحياء النخيل، يعني بمعنى الواقع، حنا ماشي أمام تصميم التهيئة. أنا سيد رأيكم وشكرا. شكرا. هذا وبعد الاطلاع السادة الأعضاء اللجنة على تصميم إعادة الهيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، وبعد الاطلاع على مختلف التعرضات والملاحظات التي تقدمت بها مجموعة من المواطنين والساكنة، وبعد استماعهم لشروحات وتوضيحات المقدمة من طرف السيد إبراهيم بكراع، وبعد تبادل الآراء بين مختلف الأعضاء اللجنة، أصدرت هذه الأخيرة توصيات التالية: أولاً، ضرورة احترام حقوق الغير وعدم الإضرار بمصالح الساكنة، خاصة البنايات المرخصة أو التي في طور الترخيص. ثانياً، إلغاء مرافق وتجهيزات الأساسية المنصوص عليها بتصميم إعادة الهيكلة والاكتفاء بالمرافق والتجهيزات المنصوص عليها بتصميم التهيئة. ثالثاً، استبعاد التعرضات والملاحظات التي لها علاقة بتصميم التهيئة ولا تخص مشروع تصميم إعادة الهيكلة. رابعاً، إعطاء المجلس التداول صلاحية دراسة مختلف ملاحظات وتعرضات الساكنة والمتعلقة بمشروع تصميم إعادة الهيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، واتخاذ
المقرر المناسب بشأنها. هذا وحوالي الساعة 12:30 زوالا أنهت اللجنة أشغالها، بعث في 18/10/2024. شن بويغنجاين الغريبه بوهراوه سكا الحفشه وكيرقماش. وكما كتعرفوا انه هذه الدراسه ديال الهيكلة المراسم اشواط طويله، ولكن نقدر نخصها بجوج ديال المراحل الاساسيه اللي هي المرحله ديال استقطاب الراي من طرف المصالح الخارجيه، من مصالح الجماعه العماله، مصالح الماء والضوء والاسكان والتجهيز. وعلى اثر هذوك الملاحظات كنقوم واحد التعديل اولي اللي منها كان إذا كان على إثر بيسو كان واحد الاجتماع، إذا كان كل شيء موافق على هذه الصيغة المعدلة تبقى الوحدة ديال المصالح الخارجية، كان مرور مرحلة البحث العلني اللي حنا فيها هاد الساعة، اللي هي كنعطيو حق الساكنة المحلية، وكذلك مثلا المجلس الجماعي مازال يقدر يعطي حق الملاحظة ديالو، باش على إثرها نعطيو كما قال الكلمة للساكنة باش تعطي حق تكون الحق تعطي رأي ديالها في التصميم. باش كيما بحال هكا حنا فشي حاله انه شي واحد عنده قطعه ارضيه مثلا عندها غير شي 100 متر كاري ولا 90 متر هي اللي عنده ديزافيراتور، بس حنا ما غاديش حنا ما كنديرش تعدي، يعني كندرسوا حاله بحاله، يعني اللي طغى فيها بيان سور كيما قال المصلحه العامه، ولكن ما نحاولوا ما نضروش الاشخاص سبتو مثلا اللي عندهم مثلا قطعه ارضيه صغيره بحال يمكن هذا. واش هذه سميتو قطعه مرخصه ولا لا؟ اللي حداها مرخص انا سمعت بزاف ديال الملاحظات اللي تقالوا انه مثلا كاين ازقه صغيره، كاين مثلا شي عده ازقه كتمر من القطعه الارضيه نتاع الناس، قلت اخر كذلك حتى اللي هو الخاصه اللي تحصل للمرافق العموميه. هادو هما واحد حتى كنبغيوهم بالعكس، يعني شحال ما كان الملاحظات كثر شحال ما يخرج التصميم اللي غيرضي الجميع. لذلك كنطلب كاع الملاحظات ديالكم كاملين انه تجيونا مع الدوسي تاع لونكيب بيبليك، مع قلتو لقينا شي ضعف ديال التعرف ديال العموم ياك ديال الساكن ديال الساكن. ولكن سيدي الرئيس انا بحال انا ما غنقدر مثلا نديرو الدراسه تاع هاد تعرض في اطار واحد اللجنه كتكون تاع الوكاله الحضاريه، ولكن حتى كنتسلمو الدوسي دو لونكيب بيبليك فيه جميع الملاحظات نتاع العموم وديال المجلس، وكتكون واحد اللجنه وكندرسو التعرض بالتعرض على حسب الحاله، وكما قلت لك انها تكون مصلحة فيها المصلحه العامه، ولكن في نفس الوقت ما نضروش الاشخاص، يعني بحال كتوصلو لك انهم مثلا قطع صغيره، مثلا كتعطي امثله وصافي، يعني الحالات كتختلف. وكما قلت لك السيد الرئيس دابا انا مادا بيا بحال هاد الملاحظات يكونوا في الملف ويكون الملف شامل، وتما عاد نقدروا ندرسوا الملاحظات. انا هكا مازال عاد كنكتشف معاكم هكا، ما نقدرش نبدل في الملاحظه حتى نجمع كل شيء. شكرا سيد المتعاد. سوف المنتبه كل الحضاريه وانا بغيت نقول لك واحد عندنا في المنطقه اللي نبغوا نجي الاغلبيه ديال الديوت تما كتبناها رخص دار رخص بناء إيه، وكاين شي بعض ديال الناس عاد عاد الله سبحانه وتعالى ما سالش اليوم عندهم قطعه ارضيه اللي عندها 100 متر اللي عندها 90 متر خصهم بداو شغل يبنيو ويجمعوا باش يديروا حتى هما الرخصه ديالهم. في اخر المطاف هذاك الشارع اللي قالوا جا جديد دوزوا تما واحد هذيك هذاك الشارع ديال اللي دار تما اللي بان في هذا المطار التالي انا قلت لي ساكنه بزاف وهذوك الناس اللي تما صراحه انا كلشي كيدفع كاين الشكايه ديالو شي بغا يجي شي بغا في واحد هذيك، لان كنشوفو خاصة تما كشي ديور بداو بالرخص الوكالة عطاتهم كلشي عطاتهم، وفي اخر المطاف قال لهم الشارع يلزقو في الدار عند الباب عند هادي، وكاين شي واحد اللي عنده قطعة الأرضية ديالو فيها 100 متر وعندو السيرة ديالها كيخلص عليها كل عام وتعفي على المسائل ديالها، وفي التالي كندوزلو الشارع فيها
ولا غادي يديو له ولا 70 متر ولا 40 متر ولا 30 متر ولا هم داك الناس كلشي داروا الشكايات ديالهم انا حطهم هنايا كان انت تما قمتي الوكاله الحضاريه